السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نموذج أسئلة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 22. هذا النموذج راح أعلمك شلون تجاوب أول مرة، وشلون تراجع، وشلون أول ما تبدي لما تروح بالامتحان أول ما تبدي بمن تبدي تجاوب. هسه لحد الآن مسيطر على المادة، قاريها، قاري المحفوظات، وقاري الإنشاء، وقاري وصايا الإمام علي، وصية أبو بكر الصديق. هاي خلصت القراءة، وقاري القواعد كلها فاهمهن. نزلت لك أنا مرشحات ونماذج هواي نزلت لك، استفاد من عندها. قاري مسيطر، رحت نمت، قعدت بيش ساعة تقعد للامتحان؟ تقعد الساعة بالأربعة الفجر ويا صلاة الفجر، صلي صلاة الفجر وتقعد تقرا لحد امتحانك انت بالسبعة، لحد بالستة نقول، تبدل بين ما تطلع قبل الامتحان بساعة. هذين الساعتين اللي راح تراجع بهن، اول ما تبدي بيش تراجع؟ اول ما تجي تقعد الصبع، قلت لك صليت وكملت، اجيت قعدت تراجع، تراجع بالقراءة، شنية الانشاء تراجعه، والمحفوظات والوصايا، هذني ثلاثة راجحن، يعني قراية الفجر مستحيل تنسى. كملتن، خليتن على صفحة، رحت على القواعد. القواعد ايش تقرا؟ ايش تراجع؟ راجع اللي المواضيع، يعني مثلا كل موضوع مثلا عندك كان واخواتها، ايش تراجع من عندي؟ مو التمارين كلها، لا، تراجع مثلا كان تفيد من، اريد جملة على كان، كانت تفيد التوقيت في الزمن الماضي، اصبح في الصباح، امسى في المساء، صار تحويل من حاله الى حاله اخرى، يعني هيك تقرا كنبذه مختصره، لان انت هاي مراجعه تقاريها تفاهمها، وتاخذ التمرين الاول. ليش تاخذ التمرين الاول؟ لان دائما التمرين الاول يقول لك استخرج، استخرج كان وحده اخواتها، استخرج المبتدا، استخرج الفاعل، استخرج المفعول به. فاش تاخذ اول مره؟ تاخذ القاعده تقراها، هاي مراجعه قبل الامتحان الفجر، تقرأ هذا القاعدة وتقرأ التدريب الأول، تروح على اليمن على الإعراب، تقرأ التدريب الأول وتروح على اليمن على الإعراب. الإعراب اقرأ، يعني مثلا يقول لك كان أي جملة، مثلا صار الماء وثلجة، سارة تقول شنو إعرابها خوات كان، هيك تقولون شنو إعراب خوات كان، شنو إعراب إنه، كانت تدخل على المبتدا والخبر، ترفع الاول تنصب الثاني، تفيد من شنو، تروحون على ان واخواتها، تروحون على المواضيع المبتدا والخبر شنو اعرابه، شنو طريقه اعرابه، يعني اشرح بينك وبين نفسك انت لما تراجع. قلت لك الفجر اشرح ورقه وقلم، اشرح بينك وبين نفسك وهدوء، والفجر ما حد يمك، ما حد قاعد، كلها نايمه، خاطر السيطر على الماده. فقلت لك تراجع، قلت لك القاعده وتراجع الاعراب وتراجع التمرين الاول، وتطلع على ذنيك التمارين، فراغات وهيك مستحيل الواحد يجيب. زين، هسه كملت مراجعه، سديت الكتاب، رحت بدلت، رحت للامتحان. اول ما تجي لا تاخذ اي شيء وياك، لا تاخذ كتاب، لا تاخذ مراجعه، انت كافي مسيطر، لا تشوشك تقعد يم الطالب، هذا مهم وذاك هذا مهم وهذا مهم، قل له انا قارئ والحمد لله، وتوكلت على الله وما لي شغله باحد. رحت انطوك الامتحان، دخلت الامتحان، طوك الاسئله، سمي بالرحمن، صلى على محمد، قل يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تجي ايش تبدي انت سادس ابتدائي، مو مثل المتوسطه لما نقولهم روحوا على الـ السؤال الاخير اقروا، يعني حلوا بعدين تروحون على، ولا انت ما اريدك تخربط، شوف حبيبي ما اريدك تخربط، تبدي من البدايه، من البدايه. هسه مثلا يقول لك هذا القواعد، تبدي تترقم، سؤال الاول الف، هيك يسوي سؤال الاول الف، هذا شي يريد من عندي المطلب الاول الالف، يريد من عندي اعرب احد الفعلين او ما تحته خط مفاعيل، هيك يسوي رقم وسؤال سؤال ورقم، وعلى كيفك حل، يعني مو على كيفك يتاخر الوقت، لا هيك اصفن بينك وبين نفسك، انا ايش قريت هذا، ايش تابعت، ايش قلت هذا المفعول المطلق، شنو المفعول فيه، شنو ظرف زمان، شنو ظرف مكان، شنو مبتدا، شنو خبر، والى اخره. فهذه اريد بالسرعة، سؤال اول الف، النقطة الأولى والثانية، انتبه، يقول لك اجب عن وحدة تترك وحدة، اجب عن ثلاثة تترك وحدة وتجاوب على اثنين،
فانتبه الا هذا. طبعا عندكم القواعد ماكو اي سؤال ترك، اكو ضمني، اكو حتى فرعي احتمال ماكو. المهم شوف انت شلون. لا لا اكو فرع، مثلا المحفوظات هاي يجب عن سؤال واحد فقط، سؤال الرابع والخامس يعني واحده من عتن، لو قصيده البستاني، لو وصيه الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. فانتبه على النقاط، انتبه على الفراغات اللي يعطيك اياها متسفره، خاف يعطيك مثلا يقول لك ان تفيد من النصب لو الجزم هيجي، انتبه قول ان انا قريت اخوا ان فعل المضارع المنصوب هيك، ان اخوات ان شنو لن تفيد النصب لم الجزم، هي هذه اللي المهم. فقلت لك من تريد تجاوب بالامتحان اريدك سؤال يعني بالترتيب، سؤال الاول الف، سؤال باء، واخر شيء خليه الانشاء، هي اخر شيء الانشاء. مراجعه تراجع، سديت الدفتر اخذ طيل الدفتر، اروح قبل للبيت ونام لك ساعه وهيئ للامتحان الثاني هاي اذا انت ما طالع اكمال بالامتحان الثاني. ان شاء الله صار الفيديو واضح. قلت لك اخذ لك قبل هاي ناخذ لك قرطاسيه اللي هو قلم الرصاص، قلم جاف مو احمر ولا سوفت، قلم مسطر، رتب الدفتر، قط القلم، لا تمسح وشخبط حتى يعطيك على الدرجه، على الخط درجه، وخاصه الانشاء. شوف حبيبي تكتب المقدمه، مو تكتب مقدمه لا، ولا تكتب كلمه خاتمه لا، تكتب مقدمة يعني بدون كلمة مقدمة، أو تكتب العرض وتكتب الخاتمة. مثلا أول من الإنشاء، أول يعني ترك لك مجال للإنشاء وبعدين اكتب، يعني ترك لك فد كلمة للإنشاء فارغ وبعدين اكتب. أكو مثلا آيات قرآنية خلي إشارتين، هاي قوسين، أكو قول الشاعر نقطتين شارحة هيجي، يعني ترتيب حلو. وثلاث صفحات أقل شيء، ثلاث صفحات اكتب الإنشاء، دائما يريدون ثلاث صفحات. ولا تترك سؤال فارغ، أي شيء ما عرفته فرع كلمة جيبه من السؤال حطه، خاطر يخلي لك درجة يعني أحسن من الصفر. وإن شاء الله النجاح والموفقية، ويا ربي كود كل اللي طلع دور ثاني يا ربي كله ينجح ويخلص وينتقل إلى مرحلة أخرى.